سلام البنات، مرحبا بكم في قناتكم عالم هبة. أريد تذكيركم أنه عندي قناة ثانية اسمها Everything with هبة، فيها وصفات رائعة للبشرة والشعر والجسم. نتمنى تشتركوا فيها وتابعوني على الإنستغرام وصفحتي على الفيسبوك. نترك لكم الروابط في صندوق الوصف والتعليق المثبت فضلا وليس أمرا حبيباتي. اليوم راح نعمل مع بعض وصفات طبيعية لكل أنواع البشرات، وصفات تعمل لك وقاية من التجاعيد، وصفات بمكونات رخيصة ومتوفرة في كل بيت. اختاري منها المناسب لنوع بشرتك من أجل تصفية البشرة، من أجل أن تزيلي منها التصبغات الناتجة عن الإهمال، استمرار الشمس، عدم العناية بالبشرة يؤدي إلى عواقب وخيمة للوجه، تجاعيد وتصبغات واستمرار وكلف وبقع. وصفات اليوم إذا داومت عليها وأحسنت استعمالها تخلصك من كل هذه المشاكل. تابعوني أخواتي خطوة خطوة. الماسك الأول، نحتاج إلى نشاء الذرة، المايزينا، الكورن فلاور. هناك نوع من نشاء الذرة لون مائل إلى البيج مثل هذا، ليس أبيض ناصع، وهناك نوع ثاني أبيض ناصع، استعملي الموجود عندك. المكون الثاني، زيت الزيتون. أي نوع زيت زيتون متواجد عندك خصوصا إذا كان بكر استعمله، إذا لم يتواجد عندك زيت الزيتون البكر استغني عنه، استعملي زيت الزيتون العادي، أهم شيء يكون أصلي ومكوناته أصلية. ونحتاج إلى القليل من الماء الدافي، يكون دافي وليس سخن جدا. ملعقة كبيرة من نشاء الذرة، نضيف الماء الدافي بكميات متواصلة حتى نحصل على قوام كريمي. نظفي البشرة من المكياج ثم ادهني طبقة من زيت الزيتون على البشرة والرقبة، لأن نشاء الذرة يجفف البشرة لذلك ندعمها بالترطيب مسبقا، نضع حاجز من الترطيب قبل وضع نشاء الذرة من أجل الاستفادة من الماسك والحصول على بشرة فاتحة نظرة خالية من الشوائب من الحبوب والبثور والمسام الواسعة وآثار الشمس أيضا. هكذا نضع طبقة من زيت الزيتون. إذا بشرتك تتحسس من زيت الزيتون استبدليه بزيت اللوز الأصلي، زيت اللوز الحلو طبعا، ثم نطبق الماسك. استرخي تماما، يعني لا تعملي حركات بالوجه لكي لا يتشقق الماسك، ضعيه على الوجه كامل على الرقبة، بإمكانكم وضعه على اليدين، ضعوه على جوانب العين ولكن تحت العين لا تضعوه، اتركوه حتى يجف تماما لمدة 20 دقيقة، ثم نغسل البشرة بالماء الدافي ونكرر فوقها مباشرة العملية بالماء البارد، اشطفي الوجه من أجل قفل المسام وتدفق الدم والأكسجين إلى البشرة، وهذا ما يحفز تكوين مادة الكولاجين أيضا، ورشي التونر بعد ذلك مثلا تونر ماء الورد. اتركي رذاذ ماء الورد يجف تماما، ثم رطبي بكريمك المرطب الخاص بك أو أحد الكريمات اللي عملناها في القناة أو زيت جوز الهند. هذا الماسك كرريه يوميا، هو رائع، والبشرة الحساسة جدا إذا خافت من النشاط تستبدله بالشوفان، مسحوق الشوفان. بإمكانكم استعمال هذا الماسك يوميا، بإمكانكم استعماله يوم إيه ويوم لا، بإمكانكم استعماله 3 مرات في الأسبوع.
بإمكانكم إضافة قطرات من عصير الليمون الحامض إلى الخلطة لصاحبات البشرة الدهنية. ننتقل الآن إلى الماسك الموالي. ملعقة حليب بودرة، حليب مجفف، أي ماركة حليب مجفف مناسبة لنوع بشرتك استعمليها. ملعقة صغيرة من العسل، نضيف له ملعقتين من بياض البيض. إذا كانت بشرتك تتحمل بياض البيض استعمليه، إذا كانت لا تتحمل بياض البيض عوضيه بصفار البيض حسب نوع البشرة. والقليل من ماء الورد. بإمكانكم إضافة ملعقة من دقيق الأرز. الأرز الرز المصري العادي، الرز الأبيض المتواجد في كل بلد. اطحنيه وأنخليه أو اشتريه جاهز مطحون. اختاري إما تضيفي الأرز أو نشاء الذرة، المايزينا، الكورن فلاور. اختاري حسب نوع بشرتك. أنا سوف أضيف دقيق الأرز. طبقي القليل منه على البشرة والباقي خبيه في الثلاجة صالح للاستعمال لثلاث مرات، وبعدها اصنعي كمية جديدة. على بشرة نظيفة مرريه كله على الوجه على الرقبة. يترك لمدة 20 دقيقة. افركيه فرك بسيط ناعم، ازيليه بالفرك. طبعا افركيه فرك بسيط ناعم دائري من الأسفل إلى الأعلى، من الأسفل إلى الأعلى بعكس اتجاه الجاذبية. اغسلي البشرة بماء دافي وكرري العملية بماء بارد بطريقة لطيفة جدا لكي لا تؤذي البشرة. ورشي ماء الورد أو تونر المتواجد عندك أو أحد أنواع التونر اللي منها في القناة، نترك لكم الرابط في صندوق الوصف. ورطبي بعد ذلك. هذا الماسك يمكنكم استعماله يومئه ويمنى، ويمكن استبدال بياض البيض بصفار البيض. ننتقل الآن إلى الوصفة الموالية. ملعقة حليب سائل أو ملعقتين، أي نوع حليب متواجد عندك. في مصر أم الدنيا يسمونه اللبن. إيه هو، أنا أقصد الحليب. ثلاث مكونات في هذا الماسك تفتح لك البشرة وتعطيها بياض خيال، تزيل الشوائب وعلامات الإهمال والتصبغات الناتجة عن الإهمال، توحد لون البشرة. أضيف لها ملعقة حليب نيدو، حليب مجفف، حليب بودرة. ونضيف ملعقة من الماء، الماء العادي يكون فاتر، ملعقة ونصف من الماء. الماء ضفناه من أجل كسر حدة الحليب السائل على البشرة. يطبق الماسك على بشرة نظيفة. اتركيه لمدة ساعة كاملة لأنه مكوناته طبيعية وأضفنا له الماء الفاتر. بإمكانكم تطبيق هذا الماسك يوميا، يعطيكم تفتيح خيال. اغسلوه بلطف، رشوا ماء الورد أو أي نوع تونر متواجد عندكم، ورطبوا بعد ذلك بكريمكم المرطب الليلي الخاص بكم أو زيت جوز الهند أو أي أحد الزيوت المناسبة لكم. يفضل استعمال هذا الماسك مساء ويكون جديد. ماسك رائع يفتح اللون، يزيل تصبغات الشمس نهائيا، يوحد لون البشرة. اهتموا ببشرتكم أخواتي، اهتموا بها من ناحية الترطيب الداخلي بشرب لترين من الماء يوميا. تناولوا الغذاء الصحي، ابتعدوا عن الدهون والمقليات والسكريات والحلويات، ابتعدوا عن العجائن، واهتموا بها من ناحية الخارجية بالماسكات الطبيعية المناسبة لنوع كل بشرة. الترطيب الليلي ضروري وإجباري كلي، لعله مساج للبشرة بالزيوت الطبيعية المناسبة لكم. ضعوا وقت الشمس قبل الخروج، يكون ذو جودة عالية، ابتعدوا عن أشعة الشمس قدر المستطاع. أعملوا وقاية من التجاعيد المستقبلية واسمرار الشمس والإهمال للبشرة والتصبغات الناتجة عن الإهمال، وطبعا الوقاية خير من العلاج. إذا كنتم من الزوار الجدد لقناتي، نتمنى تضغطوا على زر الاشتراك مع تفعيل الجرس، وما تنسوش تتابعوني على الانستغرام وصفحتي على الفيسبوك وقناتي الثانية ليصلكم جديدي لحظة نزوله.
شكرا بزاف بزاف، وإلى اللقاء. سلام.